مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. الصحة في الأبدان والاستقرار في الأوطان هذا من أكبر النعم على المسلمين، يجب شكرها عدم كفرها. لما لم يقبلوا هذه النعمة قال الله جل وعلا فيهم: وضرب الله مثلا قرية، يعني أهل مكة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، جاءهم رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه، كفروا هذه النعمة، فماذا حل بهم؟ حل بهم أن الله أزالهم وفتح مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وزالت سلطة قريش على هذا البلد لأنهم كفروا نعمة الله عليهم. وهذه سنة الله في خلقه، فنحن إذا لم نشكر نعم الله علينا، وكما ترون فإن الله بالمرصاد سبحانه وتعالى الذي حل بمن قبلنا لما كفروا بنعمة الله يحل بنا. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. فعلينا أن نخاف الله سبحانه وتعالى.